طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ رمضانية. لرمضان نفحات ربانية وقيم اجتماعية وعادات حميدة توارثها المسلمون عامة واليمنيون خاصة عبر التاريخ، ومنها الاهتمام بالأطفال خلال شهر رمضان المبارك. يحتاج الأطفال في شهر رمضان المبارك رحمة يستمدها الآباء والأمهات من الإسلام، حيث تجنب المشقة على الطفل بتكليفه بالصيام قبل استطاعته بذلك، بل هي عملية تدريب متدرجة والترغيب في الصيام يجعل الطفل يكبر وتكبر معه الرغبة في الصيام خلال شهر رمضان المبارك. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي. أطفالنا أكبادنا تمشي على الأرض، هكذا اختصر العربي معنى محبة الأطفال، وفي الوقت ذاته أشار إلى ما يجب أن يحظى به الأطفال من اهتمام، فمن يمشي كبده على الأرض سيكون أحرص الناس على أن لا يتعرض لمكروه أو يمسه سوء، وتلك حال الأمهات والآباء مع البنات والأبناء. ولأن رمضان شهر ينشغل فيه بعض الكبار عن الأطفال، يغدو التذكير بأولوية الحرص على الأطفال في رمضان أمرا لا بد منه في شهر يسميه المسلمون شهر الرحمة. ولا قيمة للرحمة إن افتقدها الأطفال من أسرهم في رمضان. يحتاج الأطفال في رمضان رحمة يستمدها الآباء والأمهات من الإسلام، حيث تجنب المشقة على الطفل بتكليفه بالصيام قبل استطاعته ذلك، بل هي عملية تدريب متدرجة وترغيب في الصيام يجعل الطفل يكبر وتكبر معه الرغبة في الصيام. في رمضان يحتاج الأطفال أن يكونوا محور الاهتمام، لا أن يتم التخلص منهم نهارا بإخراجهم للشوارع لتحقيق الهدوء في المنزل لينام الكبار، وذلك خطأ تقع فيه بعض الأسر فلا يكتشفون عواقبه حتى يقع الفأس في الرأس، حيث الطفل المتروك في الشارع صيد سهل لذئاب لا تعرف رحمة الإسلام ولا براءة الأطفال. في رمضان يحتاج الأطفال لجلسة معهم لقراءة القرآن ونقاش عن سيرة خير الأنام وتعويد على ارتياد المساجد مع الكبار وإتاحة الفرصة للعب الذي هو غذاء آخر بالنسبة للأطفال. شكرا للزملاء على هذا التقرير. وأيضا مشاهدينا الكرام، فضيلة شيخ كمال القطوي يتحدث في خاطرة الله كيف يمكن أن نستثمر الأطفال خلال شهر رمضان المبارك ونحثهم على الصيام دون الترهيب، بل بالترغيب للمحافظة وتكبر معهم هذه الشعيرة من الصيام خلال شهر رمضان المبارك. نتابع ما تحدث به فضيلة الشيخ في هذه الخاطرة. الأطفال هدية السماء إلى الأرض ونعمة من النعم الله علينا ببراءتهم، بقلوبهم النقية، بعقولهم الفارغة التي تحتاج إلى نقش سليم. وهذا الموسم المبارك أيها الأحبة يحتاج مننا أن نستغله استغلال أمثل في نقش أدمغة وأنفس الأطفال بما يزكي نفوسهم ويقوم حياتهم ويصنع منهم أناس صالحين وأبطال رشيدين ينفع الله بهم أمتهم ودينهم. من المشاهد الجميلة التي قرأناها لدى السلف الصالح أنهم كانوا يعودون الأطفال على الصيام. طبعا نحن نتحدث عن أطفال ذلك الزمن وعن بيئة ذلك الزمن، بيئة بائسة وفقيرة، يعني لكم أن تتخيلوا أن مجموعة من الصحابة ذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم فتعلموا الإسلام وكان أذكاهم فتى صغير، فذا عاد إلى قومه فقالوا من حفظ من القرآن؟ من حفظ أكبر كم من الصحف؟ فقالوا هذا الفتى، فقدموه إلى الصلاة يصلي بهم، ولكن لم يكن لديه ثوب فكان يصلي وتظهر سوأته، فقامت أحد النساء وقالت يا بني فلان استروا طفلكم لكم هذا. قال فجمعوا له يعني ما تيسر ثم اشتروا ثوبا، قال فوالله ما فرحت بشيء بعد الإسلام كفرحي بهذا الثوب.
هذا المعنى العجيب والجميل في هذه القصة ينبئنا عن مستوى الإمكانات المادية التي كان يعيشها الناس في ذلك الحقبة، في تلك الحقبة إمكانيات صفرية فقيرة جدا. لكم أن تتخيلوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول عائشة كان يمر الهلال والهلال والهلال وليس في بيتنا إلا الأسودان التمر الماء. في مثل هذه البيئات الفقيرة التي يتضور الأطفال من الجوع كانوا يعودون الأطفال على الصيام ويحاولون أن يعني يجمرونهم كما يقال، يعني إذا لم يستطع أن يصوم اليوم كامل فليصوم نصف اليوم، وبالذات الأطفال يعني الصغار اللي في عمر 7 سنوات وما حولها في بداية سن التعويد والتعليم. من المهم جدا ونحن نعود أطفالنا في هذه السن المبكرة أن نعودهم على النموذج الرمضاني النبوي وأن نزاحم النموذج الرمضاني المعاصر. النموذج الرمضاني المعاصر أنه يأتي الإفطار فتقدم الصحائف من كل لون، يأتي العشاء فلا يدرون من أين يبدأون ولا أين ينتهون، ثم يذهبون إلى التراويح وأوضاعهم رثة لا يقيمون للصلاة وزن ولا فالنموذج مشوه وشائه ومدمر للأطفال في هذه السن المبكرة. قبل فترة سألتني أحد الأخوات قالت لي أنا في الحقيقة محتار كيف أربي أبنائي. قلت لها الموضوع إن شاء الله يسير على من يسره الله عليه. قالت وماذاك؟ قلت لها ربي نفسك، جاهدي نفسك، كوني أنت القدوة، فكل عمل صالح وكل سلوك حسن تقومين به في نفسك هو ينعكس على الأطفال مباشرة. لا تحتاجين أن تدرسين نظرية تربية الأطفال ولا تجهدي نفسك في هذا المجال، خير إذا عندك وقت ودرستي وتعلمتي، لا إشكال في ذلك. لكن أنا أقول أنه النظرية الأم لتربية الأطفال، النظرية الرئيسية لتربية الأطفال أن نربي أنفسنا، أن نقدم نموذج داخل الأسر، نموذج رمضاني يقترب من النموذج الأمثل الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. تقليل من الأكل، تقليل من الخروج في الأسواق، تقليل من اللعب، تقليل من المسلسلات. بالله عليكم لما يأتي رمضان ويقبل هؤلاء الشياطين، شياطين الإعلام الجديد الذي يبث العهر ويبث المسلسلات السافرة والبايخة، ما الذي بقى بعد ذلك من رمضان؟ يعني الله سبحانه وتعالى يشير إلى أدوار هؤلاء الشياطين فيقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وما أدركوا هذا الضعف البشري، ولذلك يناغون ويستثمرون هذه الغرائز بهذه الأساليب الشيطانية الماكرة. لما تكون البيت محطة من محطات الفضاء ويقعدون على المسلسلات، لا في هناك ذكر ولا هناك قرآن ولا هناك قراءة في السيرة ولا هناك قراءة في الأشياء النافعة والعلوم النافعة، هي نموذج نقدمه لأطفالنا. أنا أتذكر كنا ونحن أطفال صغار كانت بقايا المدرسة الشافعية في مناطقنا تقسم الليل 3 أقسام، القسم الأول للقرآن والعبادة، القسم الثاني للعلوم، ثم القسم الثالث يتركونه وقتا حرا لمن شاء يعني ينام أو يقضي وطره أو يعمل ما يشاء فيه. فكنا لا نصلي العشاء إلا الساعة 9، هذا نموذج كان موجود عندنا في القرى زمان. ومن بعد صلاة المغرب إلى الساعة 9 قراءة قرآن. طبعا كنا نعمد إلى المقدمة، الكتب المصاحف المكتوبة بخط اليد قديما نتوارثها عن الآباء، ونجتمع العائلة الكبيرة كلها عند كبير العائلة ثم نقرأ القرآن بشكل جماعي، يعني كل واحد يقرأ ما تيسر له أن يقرأ إما أحزاب أو صفحات إلى آخر، حتى 8:30 العروض ثم نبدأ نجهز للصلاة وكذا. فكنت أسأل جدي لماذا؟ قال لي تعودنا من فقهائنا ومن مشايخنا أن يمضي الثلث الأول كله قرآن وعبادة، ثم يأتي الثلث الثاني نذهب إلى المقيل كما هو معروف في عادات اليمنيين، وكنا إما نقرأ في كتاب رمضان كان كتاب أعده الفقهاء قديما أو في السيرة النبوية في الرحيق المختوم وفي كتب السيرة المعروفة والمشهورة. فهنا يتلقى الجيل الجديد من الأطفال من الأبناء معاني وقيم ويتعلمون ويتدربون عليها. قال وما دان الفتى بحجن، يعني بحجج ولا ببراهين، قال وما دان الفتى بحجن ولكن يعلمه التدين أقربه، من حيث العادة من حيث التعود هنا ينشأ الأطفال على هذه العادات الجميلة.
أختم هذه الخطرة بالنسبة لأطفالنا في رمضان، أننا ننشئ نموذج داخل البيوت. هذه معالم النموذج النبوي: تقلل الأكل، الإقبال على الذكر، الإقبال على القرآن، إقامة الحلق، ثم تعويد الأطفال عليها. وعند ذلك إن شاء الله سيثمر رمضان في نفوسنا كما سيثمر في نفوس أطفالنا. اكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الشيخ كمال القطوي على هذه الخاطرة الرائعة. ومشاهدين الكرام، موائد الإفطار في المكلا عادة رمضانية اشتهرت بها، حيث يجتمع ابناؤها في موائد إفطار كبيرة تجمع بين كبارها وصغارها ومسافريها وزائريها في مكان واحد، يتبادلون الرحمات والمحبة والقيم الإسلامية النبيلة وسط بهجة تعم المكان ونسائم ونفحات تملأ القلوب سعادة ورضا. الصورة من هناك يضعنا فيها الزميل عماد العامري في سياق تقريره الآتي. يكتسي رمضان صبغة جديدة عند أهل المكلا، فهو شهر العبادة والروحانية وشهر التقارب والتآخي فيما بينهم. فلم تفلح الأزمات الاقتصادية الخانقة وموجات الغلاء الناتجة عنها في إجبار أهل المكلا التخلي عن عادة التشارك في إفطارات جماعية في شوارعها، وتكاد تكون هذه العادة واحدة من أبرز الموروثات الشعبية لدى الحضارم في رمضان. ويحرص سكان المكلا على حمل ما لديهم من طعام وشراب والخروج به للشارع ومشاركة وجبة الإفطار مع جمع غفير من الشباب وأبناء الحي الواحد. رغم العوامل الاقتصادية، فإن الغالبية تصر على المحافظة على هذه العادة الاجتماعية. طبعا هذا إفطار سنوي بحي القصر وحدة النورة، تجمعنا اليوم بجميع الحاضرين، وهذا بادرة معمول هذا رمضان سنويا. هذا يعني عادة طيبة تجمع لم الشباب وكل الحواري مدينة المكلا، وتطلق روح من المحبة والألفة بينهم. وأتمنى من كل حارات المكلا تزيد بهذا، وكلنا كثير من الحافات يعني يعملوا هذا العادة إفطار صايم جماعي. مشاركة الإفطار بالشارع العام تعبير كبير عن التكافل الاجتماعي والمحافظة على الروابط الاجتماعية بين الأهل والجيران، عادة متأصلة يأبى أهل المكلا التخلي عنها رغم الظروف الاقتصادية وارتفاع غلاء المعيشة. ويشكل الإفطار الجماعي في الشوارع العامة فرصة لتلاقي الأهل والأقارب والجيران وأبناء الحي الواحد. خلال رمضان يحرص الناس على التجمع في مكان واحد وعلى مائدة واحدة، وهي فرصة مناسبة لتعزيز قيم التواصل والترابط الاجتماعي. الشخصيات الاجتماعية حاضرة في هذا الإفطار الجماعي، هذا مبشر رسالة للعالم أن حضرموت تعيش كافة شرائح المجتمع في صف واحد. هذا الإفطار جمع الكثير من الشباب مختلف أحياء كلا، جمع الكثير من الشخصيات الأمنية والشخصيات الاجتماعية، الفئات الشبابية. يدل على هذا الشيء أنه يدل على السلام والأمن والأمان الذي تنعم به محافظة حضرموت، وكذلك تماسك السلك الاجتماعي رغم اختلاف وجهات النظر بين المكونات السياسية والأحزاب، لكن تبقى حضرموت دائما واحدة موحدة، دائما يعني يجتمعون على الود والمحبة. ولا تنتهي موائد الإفطار الجماعية بالأكل والشرب والصلاة، وإنما تعقبها مجالس للمناقشات التي تنتهي بالتنبيه لأداء صلاة التراويح، فهي بحق عادة رمضانية أصيلة تزهو بها المكلا وتحتفي بها مع بزوغ شمس رمضان كل عام. عماد العامري لقناة سهيل الفضائية من المكلا. شكرا للزميل عماد العامري على هذا التقرير.
يسخر التاريخ الإسلامي واليمني بأحداث غيرت مجرى التاريخ وتركت الجميع أمام مآثرها وآثارها وشخوصها التي ما زالت حاهبقة في الذاكرة حتى الآن. ففي مثل هذا اليوم 14 من رمضان من العام 132 للهجرة دخل العباسيون دمشق بعد حصارها وهدم أسوارها، وبدخولهم أنهوا حقبة الخلافة الأموية التي استمرت قرابة 100 عام ليبدأ عصر الخلافة العباسية. نتابع. في مثل هذا اليوم 14 من رمضان من العام 132 للهجرة الموافق 29 إبريل 750 ميلادية دخل العباسيون دمشق بعد حصارها وهدم أسوارها، وبدخولهم أنهوا حقبة الخلافة الأموية التي استمرت قرابة 100 عام ليبدأ عصر الخلافة العباسية. ومن المؤسف أن يرافق تلك التحولات السياسية الكبرى إسراف بشع في إراقة الدماء وقتل الأبرياء ونهب الأموال والأملاك والإخلال بسياج الأمن والأمان والحرية والكرامة للبلاد المقهورة. لا ينكر المؤرخون والباحثون ما قدمته الدولة الأموية والعباسية من جهود عملاقة في خدمة الإسلام ونشر راية التوحيد وقيادة الفتح الإسلامي الكبير شرقا وغربا، وعنايتها البالغة في غرس مداميك الحضارة بكل تنوعاتها وتجلياتها، لكن النزوع إلى القوة المفرطة واسترخاص الدماء والأعراض ومواجهة الآخر بجبروت الحديد والنار كان الندبة السوداء في جبين تلك الإمبراطوريات الإسلامية العظيمة. في مثل هذا اليوم من العام 132 للهجرة انتهى حكم الأمويين وقتل آخر خلفائهم مروان بن محمد، وجاء خليفة عباسي أبو العباس السفاح، وكل ذلك أمر طبيعي في إطار مشيئة الله في قيام الدول وظهور الممالك أو زوالها وقوتها أو ضعفها، لكن أن تستند كل القوة في فكرة الوصول إلى الحكم بحرق الأرض وما عليها وانتهاك الأرض والحرمات فتلك انتكاسة إنسانية ترفضها الفطرة السوية القائمة على العدل والتراحم والتعاون. إن استلهام الدروس التاريخية من هذه الأحداث ضرورة قصوى لكل عصر وكل زمان ومكان، وعلى النخب السياسية الفعالة والمتطلعة إلى الحكم والسيادة أن تستوعب تجارب التاريخ، فما صنعه العباسيون من خير كان لهم رصيدا وذخرا تاريخيا، وأما الجنايات الكارثية فقد اكتووا بنارها مرارا، وكان آخرها اجتياح المغول لبغداد فكان ما كان. للعظماء في الحياة دستورهم الخالد، وهو ذات الدستور لكل العظماء الذين يحملون على عاتقهم مشاريع الرئاسة والريادة، أن يؤمنوا الخائف ويشبعوا الجائع ويناضلوا في سبيل إرساء قواعد الحرية والمحبة والوحدة والولاء. شكرا للزملاء على هذا التقرير. مشاهدينا الكرام، نصحبكم في جولة جديدة نعيش معكم فيها الأجواء الرمضانية وروحانية المكان والزمان من جامع الأشاعرة. لقرون كثيرة ظلت زبيد مدينة العلم والعلماء وعاصمة مركزية لكثير من الدويلات المتعاقبة في اليمن، ليشهد جامع الأشاعرة أعمال توسعة تواكب مكانته الروحية ودوره العلمي الراسلي على مستوى العالم العربي والإسلامي، كونه من أقدم المساجد التي بنيت على يد أحد الصحابة الأخيار. الزميل عبد الرزاق الحطامي يضعنا فيها صورة كاملة عن هذا الجامع وعن هذه المدرسة العلمية الدينية في سياق تقريره التالي. جامع الأشاعرة في مدينة زبيد ثامن أقدم مسجد في العالم وأول مسجد أسس للتقوى في اليمن في السنة 8 للهجرة على يد الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. تبدأ الأجواء الرمضانية في جامع الأشاعرة منذ شهر رجب
حيث يتفرغ الأهالي للالتحاق فيه بحلقات تدريس القرآن وعلومه والحديث الشريف واللغة العربية. لقرون كثيرة ظلت زبيد مدينة للعلم والعلماء وعاصمة مركزية لكثير من الدويلات المتعاقبة في اليمن، ليشهد جامع الأشاعرة أعمال توسعة تواكب مكانته الروحية ودوره العلمي الرسالي على مستوى العالم العربي والإسلامي، كونه من أقدم المساجد التي بنيت على يد أحد الصحابة الأخيار. تقام فيه صلاة التراويح والتهجد، ولا تنقطع حلقات القرآن عن زواياه وأعمدته خلال الشهر الفضيل. ويشتهر جامع الأشاعرة بمراسيم رمضانية خاصة كدعاء أبي حربة الشهير، الذي يعد من الموروث الصوفي المتبع في زبيد عند ختم القرآن. عادة ما ارتبط جامع الأشاعرة كبقية مساجد زبيد الأزيد على 80 مسجدا بطقس الإفطار الجماعي في رمضان، وبمخاتيم القرآن وفعاليات التخرج والإجازة القرائية السنوية لحفاظ كتاب الله الكريم في العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك. شكرا لي يا زميل عبد الرزاق الحطامي على هذا التقرير. ولأن رمضان شهر القرآن، فإن نافذته ستكون مسك الختام، حيث نمنح للمشاهدين فرصة المشاركة وإرسال مقاطع فيديو توثق قراءة أبنائهم التي تترنم بالقرآن وتراتيله ترتيلا عاطلا. نستقبل المشاركات على رقم الواتساب الظاهر لكم على الشاشة. إذا دعونا نستمع اليوم على الشبل الطالب جاند علي القعيطي، والذي يحفظ من القرآن 23 جزءا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن
شكرا للشبل على هذه التلاوة الجميلة الرائعة. وما أجمل هذه التلاوة وما أندى هذا الصوت، وما أعظم أن يترعرع أبناؤنا وبناتنا على هذا الكتاب العظيم. شكرا لك أيها الشبل المبدع، وبارك الله فيك وفي والديك وجعله ذخرا لهما. ولنستمتع بهذه النافذة مشاهدينا الكرام التي تشجع الأشبال على حفظ القرآن الكريم وتجويده، نتمنى منكم المشاركة على رقم الواتساب الظاهر لكم على الشاشة. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، وفي ختامها لا يسعني إلا أن أقدم لكم شكر الجزيل على كرم المتابعة والإصغاء. كنت معكم أنا أحمد الفرحان، كما أقول لكم تحيات طاقم البرنامج. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى غدا على نفس الموعد، حتى ذلك الحين كونوا بخير، في أمان الله.